دكتور صلاح حرب التهديدات الان من اسمع انا الان الحلبوسي وخميس الخنجر واسمع رسائل السيد مقتدى الصدر حتى في تغريداته يتحدث عن انه تهديد الحلفاء وتهديده شخصيا من الان يملك ورقه التهديد من هل شرقيه غربيه من مصلحته ان يهدد القوى السياسيه وخاصه الزعماء في البلاد طبعا بعدك عدة قضايا في جلسة البرلمان أو أداء البرلمان كما هو عنوانكم برلمان معطل بس لما أنت تسأل هذا السؤال راح أجيبك عليه وممكن أجلها إلى مداخلة أخرى قضية القضايا المعطلة مثل فتح باب الترشيح وقضية علي علاوي هاي كلها جديدة استجدت حقيقة وكلها مثار توتر صارت وليست توافق حقيقة التهديدات التي جاءت يعني ضمن يعني تغريدة السيد الصدر أنه الشركاء يتهددون وإحنا نرفض هذا التهديد وغيره بشكل مبهم يعني ما معروف أو لا توجد جهة واضحة يمكن اتهامها بعد ذلك جاء التهديد البيان السيادة اللي يضم الحلبوسي والخنجر حقيقة كان بي إشكالات كثيرة يعني أنا كتبت في أحد المواقع بأن هذا يلمح ويشير بوضوح وبنفس طائفي أولا يقصد هو تهديد الآمنين من قبل الأرتال المسلحة للفصائل صحيح طيب من هم فصائل يقصد لا تأتمر فصائل شيعية لا تأتمر بأمر الدولة ما يقصد ما يقصد داعش ما يقصد داعش لا فصائل الشيعية طيب وين هؤلاء الناس الآمنين اللي تهددهم الفصائل والأرتال المسلحة اللي سماها هذا أيضا مثار استغراب أعتقد يعني هذا النفس واضح عندنا وكثير من السياسيين لجأوا للنعرة الطائفية عندما يصبحون في موقع دفاع وهم عاجزون هذا أنا لاحظته ولدي أدلة كثيرة من يجوز خلص رصيدهم التحالف الثلاثي وتحالف هش لذلك بدا يدور على المعثرات لا دكتور شوف يعني واضح انه يريد يعبئ جمهوره وجماهيره خلينا نسميهم السنيه معه في مواجهه حدث سياسي هذا غير صحيح انت الان عندك مشكله سياسيه وعندك مشكله تجيب قضية التهديد والموت والقتل هذه أصبحت يعني لا تناسب وأصبحت يعني غير مجة وغير مقبولة فيعني حتى تذكرنا بقضية يمكن صارت عندنا بشباط الماضي إذا تذكروها قصة الطيارة المسيرة اللي على بيت الكذا صار بها تحقيق بعد عدة أشهر وبعدين انتهى التحقيق إلى لا شيء ولا توجد أي جهة اتهمت من قبل مستشار الأمن الوطني. ويجي سؤال يجي سؤال هنا أنا سريع حتى انتقل دكتور صلاح صدعوا رؤوسنا بقضية هيبة الدولة الآن الكل يتحدث عن جهات خارج إطار الدولة وتهدد لماذا لا يتم الإعلان عنها ليش ما تتشخص هاي الجهات ليش ما تتقدم للقضاء أحسن لو تشخص راح يكون الطرف المعني راح يظهر يتحدث بيسر أما إغماضها معناها تخلي الجمهور والسامع يشكك وتثير لديه الريبة ويقول يمكن هذا ويمكن ذاك وغيرها فلذلك يفضل سياسيا وتشكيكيا أنه أنت خصومك تخليهم في المرمى ومن قبل الجماهير طيب جميل جميل ما هو يعني رأينا في حتى في بيان الإطار حول هذا الموضوع يعني وين الدليل على وجود تهديدات؟ منو هدد منو؟ خلينا نشوف. أنت تقول أنا مهدد. منو هددك؟ تعال اطلع واحكي. يجوز دكتور يجوز شيطنة للمحور الإيراني. راح أرجع لك. هسه هذا أنا وياك هذا. طيب. قال إذا أريد نخلص من هذا الموضوع. طيب. إذا أنت فعلًا مهدد، أنا كمواطن مو أنت سياسي. أروح عندي أجهزة أمنية أقدم بلاغ بيها فلان هددني التهديد شنو نوعه بالهاتف هذا الهاتف تعال شوفوه فلان رقم اتصل بيه واضحة أو هاي يعني هذا جزء من الإفلاس السياسي بس اعطيني هاي حتى أروح للأستاذ أحمد واضح أكو فلاس إفلاس وعجز في هذه المرحلة جميل. يراد العبور جميل. منها من خلال هذه السيناريوهات البائسة واضح